في البداية طبعا أهنيك على أغنيتك ومعاك اللي وصلت خلال فترة بسيطة جدا 4 مليون فيو ما شاء الله. شكرا ميرسي. إن شاء الله يعني كل شيء بحبه الناس أنا بكون مبسوطة فيه. وعندك أيضا شارت مسلسل جوليا لماجي أبو غصن، شفت صورك على السوشيال ميديا كمان أثارت شوية جدل كده، ليش في رأيك؟ جدل من أي ناحية؟ أنا عملت لها بوست إنه سجلنا الغنية بس، هذا هو. ايه مزبوط. طيب لما نحكي طيب على الاشاعات اللي بتطلع احيانا بتكون مضره بالفنان، في اشاعه كانت طلعت عن حادث مروري، ايش بتوجه رساله على حادث مروري؟ كانت من تقريبا من شهر او شيء، كان في اشاعه، ليش هذا سؤالي، ليش في بعض الاشخاص بس انا الاشاعه ما سمعت فيها، انت كل مره بتسالني اسئله انا عن جد ماني سامعه فيهم تخترع لي اشاعات. لا انا بعرف انه اشاعه طلعت عن انه انا حامل وانا ماني حامل. طيب. وانا ما جاوبت لانه صار طالع الاشاعه كذا مره يعني. بس هيدا الحادث انا جديد عم بسمعه منك هلا. انا امبارح شفته وانا بعمل سيرش على السوشيال ميديا في واحد من مواقع اكس من مواقع ما عندي فكره صراحه، واقول لك ان جاوبتك اكيد. لا اكيد. طيب ايش مجهزه لجمهورك في حفل اليوم؟ ف اليوم اكيد رح غني جديده، واكيد الالبوم الجديد، حتى في اغاني بدي غنيها منها مصوره وحافظينها الناس وبحبوها، وهو الجديد دائما انه اتلاقى بالجمهور من فتره للثانيه، جمهور الاماراتي والعربي وبالدراجون مارت، يعني دائما هيك تلاقي الجو هيك كثير فريش. سؤال الأخير، الفيديو الأخير كان فيديو يعني ولع زي ما حكينا للسوشيال ميديا، الفيديو اللي بعده برضه حيولع السوشيال ميديا؟ إن شاء الله، أنا بحب على طول ولع السوشيال ميديا. ان شاء الله انا بحب على طول ولع السوشيال ميديا، كل شيء بحبه الناس انا بكون مبسوطه فيه. انا للحب كثير عطشانه، نفسي احب واقول اهيانا، وافضل طول الليل سهرانه واشكي غرام القمر الليله، حد يقول لي الحب ده فينه من اللي موقع بيني وبينه، قلبي
اسمع قلبي.